نبقى بالجمال مشاهدينا ونستقبل سوا وصيفة ملكة جمال لبنان ماريال ماريبال ترباي. أهلا وسهلا فيك ماريبال. يا هلا. أهلا وسهلا فيك ماريبال، معنا بتحلى الحياة. بمجرد الاشتراك بمس لبنان واحد بياخد صفة، وأنت أخذت صفة جدا مهمة وهي الوصيفة الأولى. كيف كانت هالتجربة أول شيء، وهالصفة كمان شو زادت لحياتك؟ صحيح، يعني هو لقب اكيد يمكن كل بنت بتسعى بحياتها ليكون عندها لقب، وخاصه اذا كان بمجال الجمال. مزبوط. دائما تتكوني او تختاري تفوتي على هيك مسابقه بدك تكوني كثير مقتنعه بحالك، مش مكتفيه اكيد، مقتنعه لتقدري تحاربي بجمالك، واكيد هذا الشيء بده نضوج. وانا حسيت انه ميس ليبان مش بس كانت لقب، مجرد لقب يعني راح احمله كل حياتي، بس كمان مرحله كسبت فيها نضوج اكثر. يعني شو ربحتك هالمشاركه ماريبال؟ لا، اللقب اكيد، يعني بيناتنا صراحه اكيد انه الوصيفه الاولى لقب كثير حلو. وهاللقب شو يلي قدم لك بالمقابل؟ ليك الضحكه والبسمه دائما بتعطيك لقب عند الناس. انا كنت اقول لهم دائما كنت احس حالي مميزه، لانه الناس بيلاقوني دائما على طبيعتي معهم وبتضحك ويسموني انه لانه بس تخلق انه حلوه انت ملكه جمال وهيك. فانبسطت اكثر انه اثبت هيدا الشيء، انه البنت فيها توصل بحياتها ولو بس بجمالها، مش بس بجمالها، بسقفتها طبعا. وهيدا الشيء يمكن اللي عن جد فرج الناس انه الوحده حلو تسعى وتدرس وتتعلم وتتسقف وبعدين ترجع تطل باطلالتها المميزه. حضرتك ناشطه بالمجتمع المدني، عن اي قضيه بتحس ماريبال هي مسؤوله عنها ام هيك قريبه منها؟ انا ناشطه بالمجتمع المدني من 4 سنين. نعم. وقتها ما كنت بعدني بالليسانس. انا عملت ليسانس علوم سياسيه وكفيت الماجستير باليو اس جي. تعرفت على البروفيسور انطوان مسرة، ومن وقتها صرت ناضل للسلم الاهلي للعيش المشترك. أوكي. ومن وقتها ما صرت كثير معنيه بهالقضيه، وخاصه بلبنان، لانه بنعرف قد ايه كثير صعب بلبنان يكون عندك انتماء انه بس محدد. كثير بتكون صعبه عليك تحددي هويتك، في كثير ناس منتمين لدين، في كثير ناس منتمين لطائفه معينه، لمنطقه، في كثير انتماء معين. لحزب، فكثير ما بيتقبلوا الاخر. وانا لقيت هيدا الشيء كثير صعب اول ما تطلعي من المدرسه ومن جو الاهل والعائله وتروحي على مكان اوسع، الجامعه بترتبك بغير ناس جايين من غير مناطق، عندهم غير خلفيات وثقافات مختلفه. هيدا الشيء كثير حسسني باهميه الاخر، انه في اختلاف، ما فينا نعيش لحالنا. فصرت ناشطه معهم، هي المؤسسه المبنيه للسلم الاهلي. نعم. دائما تاسست من وقت الحرب الاهليه لتثبت انه بعد في ناس لو خلقوا هيدا الخط الشرقية والغربية، ضل في ناس أصحاب مع بعضها، ضل في جيران يروحوا ويشوفوا بعض رغم كل هالحواجز. ومن هيك تشجعت وعملت ماجستير تاني بالعلاقات الإسلامية المسيحية وعم كفيها هلأ، تعلم أنه الآخرين أنه في شخص مختلف، مش كل الناس مثلك، منك قاعد قدام مراية وكل العالم زي بيكونوا مثلك، بدك تعيش مع الآخرين وبسلام وبمحبة. يعني مش ضرورة تكون مثلهم، الاختلاف واجب ومفروض نتقبله، بس انه كانسان على القليله. ماريبال، طالما انت على الارض صار لك من 4 سنين عم تتحدي هالمشاكل وعم تواجهيهم بنفس الوقت، كيف عم بتلاقي هالصعوبات بتواجه الشباب اللبناني بشكل عام؟ يعني نحن كيف شو هي التحديات يلي واجهتك انت كنت بالجامعه، هالاختلافات المتنوعه، انت كصبيه دخلتي على هالجامعه وشفتي كل هالاختلافات وهالثقافات وكل شيء مختلف. كيف قدرتي انت اندمجتي وكيف خليتي الاخرين ساعدتيهم انه يندمجوا معك كمان بهالمجتمع؟ نحن بيزكلي شغلنا دائما يا مع الجامعات يا مع المدارس او مع البلديات، واللي لقيته عن جد مثل انه العله بالمجتمع هي الافكار المسبقه. يعني الشباب عنا عم تبني، وانا منهم، يعني انا بعني من الجيل اللي هلا عم يطلع وعم بحس انه في افكار مسبقه كثير صعبه تكسريها عندهم. وانا حتى بمس ليبان اخذت قضيه وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطرها، لانه لقيت انه عم نكون كثير محدودين. عم اكيد شيء كثير مهم وفتحتنا على العالم، وانا عندي كثير اصدقاء بالخارج وكثير بحب ضل اتواصل معهم وهي مصدر معلومات، بس بنفس الوقت هي كثير خطره، لانه كل واحد صار عنده فكره ان كانت صح او كانت غلط بده يعبر عنها، حتى اذا كانت معلومه يمكن بتمس بالسلم الاهلي
بتنقال بتفجر مجتمع بكامله، ناس بتنزل على الارض بتدافع عن شيء يمكن هذا الشيء ما هو مزبوط. يعني كثير بدنا ننتبه لافكارنا وللرياكسيون تبعنا، صار كثير هين لردة فعلنا، والانستان كثير عم بيكون صار غريزة اللبناني كثير سريع، انه التفعيل تبع الغريزة تبعنا كثير سريعة، نسمع اي شيء ودغري نعمل ردة فعل. يعني كيف لازم نتصرف، كيف لازم نتحرك؟ يعني انتم اخذتوها على عاتقكم، ولكن كيف التوعية عم بتصير بهذا الموضوع؟ التوعية دايما نحن بنشتغل كثير كمان مع ناشطين شباب، بياخذوا هن على عاتقهم مثل انيشيتيفز، يعني مثلا بيقول هو انا اليوم بدي اختار هيدا الحي لعلم الناس مثلا كيف يعملوا ريسايكلينج. بيكون هو شاب لحاله، شاب صغير بالعشرينات، دايما نحن بندعمهم، بنسمع افكارهم، خليهم يعبروا عنا، حتى لو كانوا تلاميذ صغار وعندهم فكره، عندهم اغنيه مثلا عن المراه، نعم. عن العنف ضد المراه، عندهم اغنيه عن حب الاخر المسيحي مثلا اذا كانوا بمدرسه مسلمه، نحن كل هيدا الشيء بنشجعه، وخاصه شغلنا كمان على صعيد المواطنيه، يعني بنشجع نعم. الانسان يحس انه هو مواطن، منه بس فرد بالمجتمع ناطر انه يتلقى حقوقه وهو ما عنده واجبات. وهيدا الشيء يمكن عن جد اللي كنت حبيت انه صوره بمسليبان، انه الشخص في عنده رساله، ما فيك تطلع انت بس وانه بليز نقوني كرمال لاني انا حلوه، طبعا نقوني لانه انا جيت بمجرد اني عندي ثقه انه رسالتي بتستحق انه تكون معروضه قدام كل هالجمهور وتكون بخدمه الاخرين، وتكون بخدمه، مزبوط، مش بس انه حق لإلي، لا هي واجبه، انا اكيد تكون بخدمه الاخر اكيد. لما حدا بيشبهك مثلا بشخصيه معروفه مثلا مثل ما نحن هلا هيك مثلا بشبهك بسيرين عبد النور حتى بصوتك، شو بيكون موقفك مثلا؟ كثير بيشبهوني بسيرين او سوزان تميم الله يرحمها. كثير بالعكس هيدا الشيء انه بيبسطني لانه عم ينتبهوا لادق التفاصيل فيي، يعني عم بيركزوا علي. ما عندي مشكله ابدا انه يشبهوني، وهيك الله خلقني، يعني انا ممكن تقولي لهم انه بشبههم بس انا بتميز مثلا بشو مثلا؟ ايه بشبههم، شو ممكن تكون ردة فعلك؟ مرسي لما حدا مثلا بشبهك بحدا بتقول مرسي، ولا بتحاولي تثبتي انه انا عندي اختلاف، عندي تميز ب هلا صار الجواب اكثر انه ايه في حدا قال لي قبلك، بتهوني على حالك وتهوني عليهم ايضا، لانه مرسي بس انه ايه سمعتها قبل، يعني سمعتها كثير. ما في شك انه الانسان بشخصيته وبثقافته وبذكائه مثلك اكيد بيفرض حاله. بنتمنى لك نحن كل التوفيق، ميرسي، وان شاء الله الله يوفقك بكل خطوه رح تقومي فيها، واهلا وسهلا فيك عنا ايضا. ميرسي، اهلا وسهلا، يا هلا وسهلا، جود لك. ثانك يو. مشاهدينا بريك اعلاني ومن بعده منتابع.